صباح الابتسامة وصباح أجمل تواصل معاكم من خلال شاشة تلفزيون الكويت. نطلع عليكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شاي الضحى، وبداية إن شاء الله راح تكون كلها طاقة وكلها نشاط وإيجابية. وصباح الجمال على زميلتي أسماء. صباح النور فاطمة، صباح الورد، وصباح على السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى. اليوم عندنا كثير من المواضيع المهمة فاطمة، وأكيد بعض الأمور اللي لازم إحنا نتكلم فيها، خصوصا يمكن آخر الأخبار والتطورات والأحداث اللي يشهدها العالم. الكويت جزء من هذا العالم بالتأكيد، وخصوصا أي شيء يتعلق بالطب والصحة إحنا راح نواكبه، خصوصا نحن كإعلام هذا دورنا اليوم إن إحنا نسوي هذه التغطيات. فعلا اليوم عندنا مواضيع كثيرة وضيوف إن شاء الله بينورونا في الاستديو، لكن الانطلاقة راح تكون مع سوالف حلوة عن تنظيم اليوم وتنظيم جدولنا. أنا بالنسبة لي أسماء من الأمور المهمة في الحياة أن الواحد يكون منظم وعارف خطته اليومية والأسبوعية والشهرية وأيضا السنوية، يكون عنده رؤية لحياته ولهدفه، ويكون عنده خطة علشان ما يكون تحت مخططات الآخرين. يعني اللي ما عنده جدول ما راح يحقق أهداف، فاللي حوالينا ممكن يجرونا لأهدافهم الخاصة، لحياتهم، لجدولهم، وهو يكون ضمن خططهم وعايش من غير هدف. وضع خطة ورؤية واضحة يخلي الإنسان، يعني من الأمور اللي تخلي الإنسان له بصمة في حياته ولهدف نهاية اليوم، يقعد ويحس أنه هو إنسان منجز، والإحساس بتأدية هذه الواجبات وأن احنا نحقق إنجازات اليومية والشهرية يعني يخلي الإنسان يحس شوي بالإيجابية ويرفع من معنوياته أنه هو يقدر يعطي وأيضا يأخذ. غير كذي فاطمة، يعني الإنسان المنظم اللي عنده جدول، عنده عارف مثلا الأسبوع إيش بيسوي، مخطط لكل هذه الأمور، يتفادى الوقوع بالنسيان، لأن تدين النسيان ممكن يحرج الإنسان بكثير من المواقف. مثلا يكون عندك موعد، يكون عندك بعض الأمور اللي أنت متفقة معها مثلا مع أشخاص في عملك، لكن في بعض الناس تنسى أن مثلا عندي اليوم الفلاني مثلا موعد أو عندي اجتماع معين. فحلو أن الواحد يكون عنده هالجدول هذا، والحين التليفون ترى كل شيء موجود فيه، صح. الألارم يذكرك أن أنت مثلا عندك موعد، عندك شيء تبين تنجزينه. نعم. مهمة، خلينا نقول هذه الأمور كلها لازم الواحد يستذكرها، لأن الموضوع متعلق بالنسيان هو طبعا أسباب كثيرة. نعم. من ضمنها طبعا غذاء الإنسان نفسه، ويمكن حتى حلقتنا أمس كانت عن شوية التغذية. نعم. ركزنا فيها بأول مواضيعنا، لأن التغذية بحياتنا دائما ترى مهمة. صح. يعني يعتمد عليها الإنسان في صحتها، المرأة في جمالها، هنقول تركيزها وذكائها، كل هذه الأمور تتعلق حتى بتغذيتها. نعم فعلا، يعني موضوع النسيان يعني في المواعيد من الأمور اللي تخلي الإنسان مفروض يوقف مع نفسه ويراجع نفسه ليش هو أساسا نسى. أيضا أسماء من الأسباب أن الجدول يكون مزدحم ويكون في ستريس على هذا الشخص، في أيضا جهات ممكن هو يتعامل معها غيروا المواعيد، كل هذه الأمور تخلي الإنسان كونفيوز، يعني مو فاهم الوضع، مو عارف شلون هو يكتب يومياته ويرتب جدوله، فراح يقع في فخ النسيان. لكن مفروض في بداية كل يوم، أنا شفت كثير من الشخصيات وشخصيات مميزة وناجحين في حياتهم، إن هم من بداية اليوم يراجعون جدولهم ويكتبون شنو هم المواعيد المهمة، في شغلات مهمة، ولكن لازم نخلي في جدولنا وقت للظروف الطارئة، للمواعيد اللي فجأة تطلع، ما يكون الجدول مزدحم فل طول اليوم، أنا عندي شغل وعندي مواعيد، ولما يجي ظرف طارئ أو أحد مثلا ممكن محتاج مساعدة خلال اليوم، إحنا واجبنا كبشر إحنا نساعد الآخرين، لازم أخلي سبيس لو ساعة ساعتين فري تكون فاضية ما فيها ولا موعد، علشان أقدر أن أنا أساعد الغير، أو أيضا أحط موعد يكون طارئ حقي. بالتأكيد فاطمة، وكثير من الأمور اللي لابد أن احنا نكون مخططين لها. اليوم جدولنا مزدحم، جدول برنامج شاي الضحى في كثير من المواضيع الجميلة والمميزة. رح نكمل معكم مشاهدينا مواضيعنا وفقراتنا من بعد الفاصل، خلكم ويانا. ضيفتنا القادمة الدكتورة جنان بن سلامة، حاصلة على دكتوراه باللغويات الحاسوبية بالخوارزميات. الدكتورة منى الأحمد، استشاري مناعة كلينيكية وحساسية. عند
عندما تتعطل لغة الكلام الزهور عالم ينطق بجميل الشعور. معكم سارة أشرف منسقة زهور ومدربة في نفس المجال. تابعونا في فقرة عالم تنسيق الزهور في الفقرة الأسبوعية. تابعونا. صيدلانية روان دشتي، انتظروني في فقرة معلومات صيدلانية في برنامج جاي ضحى. اللمسات الجمالية مهمة جدا في حياتنا، أمور بسيطة ممكن أن احنا نضيفها على ديكور البيت، الغرفة، في أي زاوية احنا نحبها. ومثلا عندنا الورد من أكثر الأمور الجميلة اللي تميل لها المرأة وتحبها، علشان كذي خصصنا في برنامج شاي ضحى فقرة خاصة بتنسيق الورد مع الزميلة سارة أشرف. تابعوها. صباح الخير مشاهدين برنامج شاي ضحى، حياكم الله معنا مرة ثانية في فقرة عالم تنسيق الزهور. وعندما تتعطل لغة الكلام الزهور عالم ينطق بجميل الشعور. مثل ما وعدتكم بالفقرات السابقة أننا راح نسوي أشياء شوية تكون متقدمة، فمثل ما سوينا بالفقرات السابقة هاند بوكي، اليوم راح نسوي هاند بوكي بتكنيك أدفانس أكثر وتكون متطور أكثر أو تكون في فريمات أكثر. راح أتكلم شوية عن الفريمات واستخداماتها. طبعا التنسيق في الفريم هذا يكون شوية تنسيق مودرن، نفس التكنيك الهاند بوكي اللي سويناه قبل اللي هو السبايرال تكنيك. فهني جهزنا الفريم، خلينا نتكلم شوي عن هذا الفريم. التكنيك اللي استعملناه هني سبايدر من التكنيكس، الوايرز اللي استعملناه طبعا الوايرز انواع وراح نتكلم عنهم في فقرات قادمه ان شاء الله. 1.2 اللي هو ملي بوينت 2 يكون شوي سميك. ان شاء الله بفقرات جايه هم راح نتعلم شلون نجهز سبايدر نت تكنيك وغطيناه بالفرو، وبعدين نبدي ننسق فيه تكنيك السبايرال هاند بوكي. هذا الفريم الاول. الفريم الثاني انا جهزته، ولكن هذا يكون اجمل حق مسكه عروس. ممكن يكون يعني مسكه عروس شويه تكون وايد غريبه وحلوه. سويت فيها هني نشوف اللولو مع السيم الذهبي اللي هو سيم الزينة. استعملت سيم الزينة وسويت هذا الديزاين، فيكون الموفمنت وحركته ويكون تنسيق هم تكنيك السبايرل راح يعطينا شكل وايد حلو حق مسكة عروس بتكنيك الهاند بوكي السبايرل. والفريم الثالث اللي هو من الناتشورال ماتيريالز اللي هو راح نسوي فيه اليوم تنسيقنا اليوم، لأنه وايد أنا أحب إنه يكون كل شيء ناتشورال بالتنسيق. راح أستعمل هذا الفريم، جهزته بس بوريكم شنو بنستعمل في بوكيهنا اليوم، بعدين راح نبدي نطبق وراح تشوفون تطبيق ويانا. عندنا هني أهم شيء في تنسيق اللي هو الأسبرغوس، أسبرغوس بينتد، هذا أسبرغوس ولكن مصبوغ. نشوف درجته شوية على الأورنج. الروز طبعا راح يكون درجة البيتش على الأورنج. وعندنا شوية الجرينز، ضروري الجرينز مثل ما تعلمنا بالفقرات السابقة. وعندي هني البالم ليفز اللي هو الدراي ليفز، قصيته وصبغته بهالشكل، وراح نشوف شلون نستعمل كل هالأشياء الحلوة في البوكي ونشوف النتيجة النهائية.
الله استفدتوا واستمتعتوا معنا بفقرتنا، وإن شاء الله نشوفكم في فقرات قادمة وموضوعات أجمل وأجمل. يا صباح الورد، رجعنا معكم من داخل استديو شاي الضحى. بينما أصبح لقاح فيروس كورونا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الكويت، فقد كثر الحديث عن مدى نجاح هذا اللقاح في وقف انتشار هذا الفيروس، ومن هي الفئات التي يوصى لها بأخذ هذا اللقاح. عشان كذي فاطمة، يمكن الجانب الإعلامي جدا مهم أنه ينور الناس، وتساؤلات كثيرة تطرح لدى الجميع من خلال ضيفتنا. راح نتعرف أكثر عنا وعن مرض نقص المناعة وأنواعه لدى الإنسان مع الدكتورة منى الأحمد، استشاري مناعة كلينيكية وحساسية. صباح الورد دكتورة، وحياك الله معنا في شاي الضحى. يا صباح الورد، يعطيكم العافية. حياك الله معنا دكتورة. في البداية ودنا نعرف شلون ممكن هذا اللقاح يحفز جهاز المناعة. شوف، احنا نكتسب المناعة يا أما ناخذ المرض، صح، كل واحد فينا ياخذ المرض فمناعته تزيد بعد اخذ المرض، او عن طريق اللقاح. وفي اللقاح احنا نسميه الطريقه الاسهل لبناء المناعه. اللقاح يحفز بعض اجزاء الخلايا المناعيه وتنتج اجسام مضاده معادله. المعادله يعني شنو؟ نفس النظريه الكيميائيه، تعادل الفيروس، تعادل البكتيريا، فبالتالي نبني المناعه. الحين في شغله دائما الاشخاص يسالونها، اللي هو هل يمنع اللقاح من دخول الفيروس للجسم؟ فهم يعني هل بالتالي انا خذيته ما راح يمنع انه يدخل الفيروس؟ هذا لا، اللقاح ما يمنع الفيروس يدخل الجسم، لكن يحفز المناعه ويمنع من حدوث المرض. يعني الاعراض الجانبيه المضاعفات اللي هو اعراض المضاعفات، المرض ما يصير واضح. عشان كذي دائما احنا حتى ننصح بعد اخذ اللقاح الواحد لازم يلبس الكمام ويلتزم بالتباعد، صح، لان الفيروس احنا كلنا معرضين للفيروس، صح. احنا يعني حتى بعد ما الشخص ياخذ لقاح يظل في تباعد، يظل ملتزم بالاشتراطات، يلبس الماسك. والكل قاعد يسال ليش احنا، لان في فتره ما بين ان احنا ناخذ اللقاح ما بين ان تبني المناعه عندنا الاجسام المضاده، يبي لها فتره. والدراسات بينت ان الفتره هذه قد تكون ايام، يعني أيام. أسبوع عشرة أيام. طبعا الدراسة اللي طلعت بالأخير وضحتها بالضبط، إن خلال 10 أيام إلى 14 يوم تبني المناعة 50%، أو خلينا نقول عدم وجود المرض 50% من الأفراد اللي خذوه. وعلى أخذ الجرعة الثانية اللي هي بعد 3 أسابيع من اللقاح راح تكون 95%. نعم. فمناعتنا ممكن ان احنا ما راح نكسب المرض ولا تطلع اعراض المرض تقريبا بنسبه 95%، وهذه اللي احنا نسميها فاعليه اللقاح او كفاءه اللقاح. نعم دكتوره، السؤال المهم جدا اليوم، وايد اشخاص متخوفين يعني اي لقاح، وهذا شيء جديد وطرأ على البشريه بشكل عام، الناس مو عارفه يمكن المضاعفات لوين ممكن توصل. احنا نعرف في بعض اللقاحات لها مضاعفات مثلا، او ممكن بعض الاعراض اللي تصير عند الانسان ممكن سخونه خفيفه، يعني اعراض بسيطه. بالنسبه لكوفيد 19، وانا اعرف انه هو اللقاح كل شيء جديد، يعني لا زالت التجارب مستمره وما في رؤيه واضحه 100%، لكن هل في دراسات بينت مثلا ان مثلا في اعراض معينه بعد اخذ اللقاح ممكن تصير عند الانسان؟ بالضبط، الدراسات اللي بينت واللي على اساسها الكويت اعتمدت على ريجستري اللي هو وافقوا على مبدا الاستخدام الطارئ للقاح، وهذا كان امس. وبهذه المناسبه انا احب اني ابارك صراحه للكويت، للطاقم الطبي، لوزاره الصحه، ولجميع الشعب المواطنين والوافدين الموجودين على ارض هالكويت، كون ان احنا عملنا الاستخدام الطارئ لاستخدام اللقاح. هذا انجاز، يعني احنا لازم نحمد رب العالمين احنا في دوله مثل الكويت وفرت اللقاح، في دول ثانيه قاعد تكافح من اصل الحصول عليه، صح؟ صحيح. بالنسبه حق سؤالك الاعراض الجانبيه، بالضبط الدراسات بينت ان اغلب الاعراض موضعيه، يعني مكان اخذ اللقاح على اليد. يعني الم، شويه احمرار، ما في انتفاخ، وبعض الاعراض العامه مثل ارتفاع طفيف بالحراره، تعب او اعياء، ممكن شويه صداع. لكن اقدر اسالك الحين، اي تطعيم احنا قاعد ناخذه او الاطفال ياخذونه ما يصابون بهذه الاعراض؟ صحيح. يعني هذه الاعراض اوريدي موجوده. نعم. سواء كانت موضوعيه، شويه صداع، على شويه، وهذه اللي بينتها الدراسه. تقريبا الدراسه اللي نشرت اخيرا 44 ألف
اللي نصهم اخذ اللقاح والنص الثاني اخذ الذراع الخامل. نعم. وبينت دراسه ان هذه بالضبط هي الاعراض اللي كانت موجوده في هذه الناس. الحين اذا الناس متخوفه من موضوع خلينا نقول المضاعفات، الاشياء اللي ممكن تصير على سنوات، في احتماليه لكن الاحتماليه جدا ضئيله. نعم. ليش؟ لان احنا عندنا مبدا في الطب او مبدا العلمي او الاساس العلمي ان اخطر الاعراض او اخطر المضاعفات تحدث قريبا. نعم. يعني على طول مباشره. نعم. يعني ما تاخذ فتره طويله. ما تاخذ فتره طويله. نعم. طبعا انت بعد في شيء لما احنا نعرض اللقاح هذا على عشرات الالاف، وهذا اللي صار تقريبا في العالم بالدراسات، غير لما نعرضه على الملايين. نعم. وعلشان كذي مثلا ظهرت من بدا تطعيم اللقاح في الحمله اللي سووها في بريطانيا. نعم. ظهرت عندهم اثنين او شخصين اللي تحسسوا وصارت معهم حساسيه شديده او مفرطه لربما تكون من التطعيم او من مكونات التطعيم. نعم. وهذيل الاشخاص كان عندهم حساسيه مفرطه في السابق وكانوا يحملون العلاج اللي هو الوقائي اللي احنا نسميه الادرينالين، هو مثل القلم. القلم هذا اللي بالضبط. فبالتالي هذيل الاشخاص كانوا معروفين ان عندهم حساسيه مفرطه، فهذيل مو العامه. العامه الحين عشان كذي احنا ايضا اضفنا هذه والعالم كله ضافها ان هذه من الاشخاص اللي مفروض انهم ما يتلقون اللقاح. نعم. يعني في فئات يمنع عنها اللقاح نقدر نقول؟ هي الفئات اللي احنا ما ننصح انها تاخذ اللقاح. نعم. وعلى هالاساس لما وزاره الصحه وضعت المنصه الالكترونيه الحين للتسجيل المسبق حق اخذ اللقاح، بينت ان في فئات لازم يذكرون بالضبط التاريخ المرضي والامراض اللي عندهم. على سبيل المثال اللي مفروض انه ما ياخذه الحوامل، صح؟ نعم. لان اصلا الدراسات استبعدت الحوامل اصلا. كانت لما تبي تعطي اللقاح بالنسبه حق الدراسات تعمل فحص الحمل قبل كل اخذ للقاح. نعم. يعني اي شخص او فيميل تكون حامل تستبعد وما تعطى اللقاح، فبالتالي ما عندنا دراسات واضحه على الحوامل. نعم. الشخص الثاني هم الاطفال اقل من 16 سنه، الى الان لم اثبت ما اثبتت الدراسات فعاليه او خلينا نقول مأمونية اللقاح. نعم. وفي دراسه الحين قاعد تجرى على الاطفال. نعم. نعم. طرينا دكتوره الفئات اللي تاخذ وما تاخذ اللقاح، كثير من الاشخاص عندهم هذا التساؤل، ما شاء الله يعني في نسبه تشافي كبيره الاشهر اللي طافت في كل دول العالم من غير لقاح. اللقاح راح يفيد منه؟ الناس في ناس تشافوا من قبل ظهور اللقاح في اول الايام وفي اول الاشهر. صح. كان في نسبه شفاء جدا عاليه ولا زالوا الناس الحمد لله يتشافون من الفيروس. اللقاح يعني هل راح يزيد من نسب التشافي؟ اللقاح الحين في الوقت الحالي راح يعطى للاشخاص اللي ما صابهم المرض. نعم. بمعنى احنا استبعدنا، وهذه مذكوره من الناس المستبعدين او اللي ما ننصح في الوقت الحالي لغايه لما تكتمل عندنا دراسات ونشوف المناعه عندهم لمتى راح تستمر. اللي اصيب بالمرض لفتره 3 أشهر احنا ما ننصح انه ياخذ اللقاح. ليش؟ نعم. لانه اوريدي بدات عنده المناعه، وعنده مناعه ممكن مكتسبه تعطيه حمايه من المرض. الفئات اللي احنا ننصحها هم كل الفئات الاخرى، بمعنى كبار السن الاولويه راح تكون لكبار السن بعمر 60 سنه فما فوق، لان هذيل شويه عندهم خلينا نقول ضعف في المناعه. الاشخاص اللي هم عندهم امراض مزمنه مثل السكر، الضغط، امراض القلب، امراض الكلى، السمنه. عندنا السمنه للاسف بدرجه كبيره عاليه بالكويت، واثبتت ايضا يمكن انتم سمعتوا ان اغلب المضاعفات اللي صارت بالمرض هم من الناس اللي عندهم سمنه، وحتى لا سمح الله الوفيات اصبحت كانت اللي صارت في السمنه. فبالتالي السمنه، الناس اللي عندهم امراض نقص المناعه ياخذون ادويه مثبطه للمناعه مثل علاجات الكورتيزونات وغيرها، فبالتالي هذه تجعل مناعتهم قليله، فهذيلا من الاولويات بالنسبه حق الأشخاص. بالنسبة طبعا الأولوية كذلك تكون حق أفراد اللي هم في الطاقم الطبي، كونهم هم عرضة للالتهابات وعرضة لأخذ الفيروس هذه غير عن أو أكثر من غيرهم، أفراد السلك العسكري كذلك، يعني هم ما عرفوا بالصفوف الأولى اللي يكون تعاملهم مع أو قابليتهم لأخذ هذا الفيروس تكون أعلى من غيرهم. نعم. تعاملكم مباشر مع الأشخاص غير عنا إحنا اللي ممكن يكون يعني نتبع الإرشادات خلينا نقول، وهذه التعليمات تكون سهل علينا ان احنا نطبقها. طيب دكتورة، السؤال المهم جدا،
اليوم الناس تقول لك مثلا المناعه الذاتيه، او مثل الشخص اللي اصيب بفيروس كوفيد 19، توج ذكرتي حضرتك نقطه وايد مهمه اللي هي مثلا صار له 3 أشهر يعني من اصيبه بهذا المرض، اللي ياخذون هذا اللقاح، لقاح كوفيد 19، هل هذا اللقاح يعطي مناعه يعني دائما؟ لان احنا نعرف ان في بعض التطعيمات مثل تطعيم الانفلونزا على سبيل المثال يؤخذ يعني مو مره واحده وكافي، ودنا شويه نستفسر بهذا الموضوع لان وايد اسئله على هالسالفه. والله شوفي، الناس عاشت مع الانفلونزا بالفعل سنه بعد سنه قاعد ناخذ التطعيم عشان نبني، لان الفيروس يتحور. صحيح. بالنسبه حق سارس كوف 2 هو فيروس جديد مو بس على الكويت، جديد على العالم طبعًا. كله، ولازلنا احنا نتعلم والعالم كله قاعد يتعلم. يعني احنا مثل ما تقولي ماشيين يدا بيد مع الكل، التقدم العلمي اللي قاعد يصير ومع نعم. كل الأبحاث اللي قاعد تنشر. نعم. المعلومة الحين قاعد توصل للكويت بنفس الوقت قاعد تطبق في CDC والNIH والFDA بنفس وهذا يعني خلينا نقول الجائحة هذه شيء غير مسبوق على الكل. نعم. فلازم شوية يعني يطولون بالهم معانا، يعني احنا معاهم، واحنا بالفعل يعني قاعدين نتفهم تخوفهم اللي قاعد يصير، وهذا التخوف ترى مو بس بالكويت، على العالم كله. صحيح. اللي نعرفه من الابحاث الحين والدراسات ان المناعه اللي قاعد تعطي لفتره زمنيه ان شاء الله تكون ما بين 4 إلى 6 أشهر، هذا اللي احنا نعرفه وهذا اللي الدراسات اثبتته بالنسبه حق اللقاحات وبالنسبه حتى حق اخذ الفيروس او الناس اللي اصيبوا بهذا المرض واستمرت معاهم المناعه. نعم. ففي احتماليه ان قد تجدد اخذ اللقاح بعد سنوات، في احتماليه لهذا الشيء. نعم. يعني من المعروف ان فيروس كورونا يهاجم الجهاز المناعي، ولازم الشخص يهتم في مناعته. وايد سمعنا معلومات سواء من التغذية بالحركة، أيضا النفسية، أن احنا نكون يعني رافعين من معنوياتنا علشان ما تنزل مناعتنا. مع اللقاح هو كأنه يكون مضاد لهذا الفيروس، والكل عارف أيضا أن المضاد يعمل من أيضا مثل يضعف نوعا ما الجهاز المناعي. هل الفترة بعد أخذ اللقاح تكون طويلة في أن الواحد مثلا يكون قاعد في البيت، لأن الجهاز المناعي يكون مرتبك لقاح جديد ويديد، فإيش كثر المفروض يقعد بالبيت؟ سؤال جدا مهم فاطمة. اللي الحين بينت الأبحاث أن الأعراض الجانبية اللي تظهر على أغلب الناس اللي أخذوا اللقاح كانت مدتها 24 ساعة. نعم. 24 ساعة. الحين الشق الثاني من السؤال هو ايش كثر راح ناخذ عشان نبني المناعة ونقاوم ظهور المرض. نعم. مثل ما قلت لك الأبحاث بينت من 10 أيام إلى 14 يوم. نعم. تقريبا 50%، وهذا ما راح يكون له أي آثار على الأعراض الجانبية. فبالتالي اللي نقول عيشوا حياتكم بشكل طبيعي، إذا قرر الشخص أنه ياخذ التطعيم. نعم. والله يبارك له، ياخذ التطعيم، يحافظ على لبس الكمام، يلاحظ على نفس التباعد، يحاول يعني بس بهذه الفتره يكون اكثر عرضه انه هو يلتقط الفيروس. بالضبط، عشان كذي هذه قاعد اقول يعني يكون اكثر عرضه من غيره. نعم. راح يكون احتمال انه يمنع اللقاح 50%، فاذا هو كان من الاشخاص هذه ممكن، لكن الحمايه الفعليه او الحمايه الكامله اللي هي لغايه 95% راح تكون بعد اخذ الجرعه الثانيه. نعم. حتى البعض قاعد يتساءل انا باخذ جرعه واحده واوقف، اقول اذا انت تؤمن انه ممكن يكون تقريبا 50% جاهزية الجهاز المناعي إنه يمنع حدوث المرض، فشيء راجع له. بس طبعا احنا ننصح مثل ما في تطعيمات ثانية قاعد تنوخذ بشكل دوري وبشكل سنوي، الأطفال احنا نطعمهم كل 2 سنين. صحيح. كل 3، فبالتالي هذا الحين لغاية لما تكتمل المعلومات ناخذ الجرعة الكاملة اللي تأهل جهاز المناعة انه يتعامل مع هذا الفيروس. والجدير بالذكر ان الفيروس هذا مثل ما انتم عارفين درجة انتشاره جدا عالية، فبالتالي يعني الانفكتيفيتي غير عن الفيروس او الفيروسات الثانيه اللي احنا نعرفها، فهذا شويه مخلينا متحفظين شويه. عشان كذي قاعد نقول التزام بالماسك، التزام بالتباعد، والله يحمي الكل ان شاء الله. امين يا رب. آمين. ان شاء الله ويشفي كل مريض. دكتوره، في بدايه حديثك ذكرتي نقطه وايد مهمه، وايد قاعدين نقرا نسمع، وحضرتك ذكرتيها اللي هو استخدام الطارئ للقاح كوفيد 19.
شنو هو الاستخدام الطارئ؟ يعني ودنا نعرف شنو هذا المصطلح والمفهوم اللي دارج هذه الفترة في الطب. طبعا احنا عارفين ان الاستخدام الطارئ من اسمه طارئ، بمعنى ان في شيء طرأ على المنظومة الصحية، سواء كان بانديميك اللي هو سواء كان جائحة او احتياج مفاجئ لمرض معين او لميكروب معين مثل جائحة الفيروس سارس كوف 2، فيصير مواكبة للتطور العلمي وللأبحاث وللدراسات الكلينيكية اللي هي في محل سريرية للدرجة الثالثة، فيعطى أبروفل أو يعطى استخدام طارئ لاستخدام علاج معين، لأن في حاجة وقتية، حاجة مفاجئة للاستخدام هذا، طبعا عشان حماية سواء كان السوسايتي المجتمع أو حماية العالم في هذا الحين. الاستخدام الطارئ يكون فترة لغاية لما تكتمل الأبحاث، وبعدها يصير اكتمال الاستخدام كامل أو الأبروفل يكون كامل. فهو عادة يعطى وقتي لغاية لما إحنا نستكمل كل خلينا نقول درجات الأبحاث و نعم. دكتورة، يمكن احنا ذكرنا في حديثنا عن الحالات اللي اساسا الشخص يكون غير مصاب بالفيروس وياخذ اللقاح. الشخص المصاب هل اللقاح يعني راح يكون له نتائج ايجابيه في انه هو يساعده في التشافي بشكل اسرع؟ اي الان لا، ما اثبتت انه تعطى للشخص المصاب. مثل ما قلت لك عندنا فتره اللي هي ثلاثه اشهر، بعد الثلاثه اشهر ما في اي دليل علمي يقول انه ممكن هذا الشخص ما يصاب بالفيروس مره ثانيه. نعم. فبالتالي بعد ثلاثة أشهر إحنا راح ننصح إن شاء الله، وهذه أيضا مدرجة من ضمن الفئات اللي راح يتم تلقيها للقاح. نعم. اللي هو بعد ثلاثة أشهر. نعم. متى إن شاء الله راح يوصل اللقاح إلى دولة الكويت، وهل هو اختياري أم إجباري؟ أجاوبك على الشق الثاني. نعم. هل هو اختياري؟ هو اختياري إن شاء الله وبالمجان للجميع. وهذه ايضا يعني نحمد ربنا ان احنا بالكويت والتطعيم او اللقاح راح يكون مجاني، وفي دول ثانيه انتم عارفينها الناس قاعد تدفع فلوس عشان تاخذه. الشق الثاني اللي هو متى يتوفر، يعني امانه شيء يثلج الصدر التجهيزات اللي صايره الحين على قدم وساق بوزاره الصحه. انتم عارفين ان موقع الحين اللي تم تجهيزه بالكامل هو موقع ارض المعارض في مشرف لاستقبال المواطنين بكفاءه عاليه بتنظيم عالي. احنا رحنا شفناه تقريبا الاسبوع اللي فات، شيء صراحه يعني يواكب ما اللي شيء الموجود في الدول المتقدمه. نعم. وان شاء الله مجرد ما يفتتح رسميا ان شاء الله الاشخاص او المواطنين الوافدين ان شاء الله راح يروحون يشوفونه. موجود، استلمنا تقريبا اللي هم الثلاجات المبرده او الفريزرات اللي هي الماينس 80 ماينس 70 وتم توفيرها. واحنا ان شاء الله ما ان احنا امس حصلنا على الاستخدام الطارئ للقاح السارس كوف 2 ان شاء الله. المتوقع ان خلال اخر اسبوع ان شاء الله اخر 10 ايام من ديسمبر اذا الامور كلها مشت بدايه 2022 ان شاء الله قبل 2021، بس هذه هو الوقت اللي ان شاء الله متاملين ان اللقاح ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله. دكتوره، يعني ايضا من التساؤلات اللي قاعد نسمع عنها الشخص اللي ما ياخذ، قلتي حضرتك انه اختياري، الشخص اللي يختار انه هو ما ياخذ اللقاح هل عليه اشتراطات معينه؟ طبعا هو اختياري، احنا يعني الشخص اللي ما يبي ياخذ هذا الشيء طبعا راجع له تماما، بس راح تكون فرصه خلينا نقول اكتسابه للفيروس عاليه وهو عارف، وفرصه اصابته بالمرض ايضا عاليه، وخصوصا اذا كان من اصحاب الامراض المزمنه او كان سواء كبير بالسن او عنده سمنه او عنده المخاطر اللي ممكن تعرضه لمضاعفات المرض. هذا الشيء. الشيء الثاني الحين اللي الاغلب قاعد يسال عنه اللي موضوع السفر. صح. وانت عارفه ان الحين الشيء مو ما له علاقه خلينا نقول بقوانين الكويت كثر ما هو قوانين عالميه راح احتمال انها تقر يعني بسرعه، على اساس ان الشخص المسافر يكون عنده شهاده تثبت انه تلقى اللقاح. يعني مو البي سي ار راح تنلغي؟ لا، انا اي ثينك مع وجود اللقاح احنا البي سي ار الحين عشان تشخيص. صحيح. تحتاج لتشخيص بعد فتره، يعني ما راح نظل نشخص لما يعني لما لنهايه بدام انه وجد في لقاحات. طبعا اللقاح اللي موجود الحين ومنصه الام ار ان اي في لقاحات ثانيه جايه الحين بالطريق ان شاء الله، وفي الحين وكاله الدواء الامريكيه راح تجتمع
خلال أيام عشان احتمال إقرار لقاح ثاني. إحنا نسميه البايبلاين موجود وفي عدد من اللقاحات الحين، وإن شاء الله هذا ما راح يكون اللقاح الوحيد اللي راح يدخل الكويت، في لقاحات ثانية إن شاء الله. ومع الوزير أيضا أعلن هذا الشيء إنه في موجودة عدد معين، كل ما إحنا نشوف في تطور أو في فعالية أثبتت يعني بالنسبة حق لقاحات ومنصات لقاحات بإذن واحد أحد إن شاء الله راح توصل الكويت وتكون متوفرة حق الجميع. آمين يا رب إن شاء الله. إحنا شاكرين لك دكتورة وفعلا نورتينا في برنامج شاي الضحى. شكرا لكم كطواقم طبية تعملون بالصفوف الأولى وتواجهون كثير من الأمور والأزمات، خصوصا بالفترة السابقة اللي كانت ضغط كبير عليكم كأطباء. إحنا شاكرين لك وجودك معنا، الله يوفقك إن شاء الله. يعطيكم العافية. شكرا لك دكتورة. ننتقل معكم متابعينا أيضا في مجال الطب مع الصيدلانية روان دشتي، راح نتعرف على معلومات كثيرة خاصة بعالم الصيدلة واحتياجاتنا للأدوية وشلون نستخدمها. صباح الخير، معاكم الصيدلانية روان دشتي. اليوم راح نتكلم عن مرض السكر. ينقسم مرض السكر إلى نوعين. أول شيء عندنا السكر اللي من النوع الأول اللي هو غالبا يصير من الصغر ويصنف أن الجسم أساسا ما يقدر يفرز الأنسولين من البنكرياس. أما النوع الثاني يصنف أنه غالبا يصير شوية بعمر أكبر ويصنف أن الجسم نفسه مو قادر أن يتقبل هذا الأنسولين، في الجسم يكون عنده مناعة. تنقسم أيضا أدوية السكر على حسب النوع. إذا كنت من النوع الأول أو إذا كنت مرحلة متقدمة من النوع الثاني راح تحتاج تأخذ إبر الأنسولين. أما إذا كنت توك بالبداية بالنوع الثاني راح تأخذ حبوب اسمها جلوكوفاج اللي هي تزيد حساسية الجسم لهذا الأنسولين. طريقة حفظ إبر الأنسولين هي أنهم دائما يكونون بالثلاجة ويفضل يكونون بعاد عن الفريزر، لهذا يفضل أن لما تخزنهم حطهم في باب الثلاجة، ولما تي تستلمهم من عندنا إحنا بالصيدلية يفضل التي وعندك الآيس بوكس علشان أن تحفظ درجة حرارتهم أثناء روحتك للبيت. حبوب الجلوكوفاج عادي تحفظهم في مكان بارد وجاف، يعني ما يصير تحفظهم وانت بكرامة بالحمام أو تحفظهم بالمطبخ، لأن درجة الحرارة ودرجة الرطوبة تختلف هناك. وفي حالة أنك نسيت تأخذ حبوب الجلوكوفاج أخذهم نفس موعدهم وأخذ الجرعة اللي أنت نسيتها بنفس الوقت. أما في حالة أنك نسيت تأخذ إبر الأنسولين فضروري تقيس السكر مالك وتحسب الجرعة على حسبها. في أمور وايد مهمة أنت كمريض سكر لازم تعرفها، منها أن أغلب الناس أول ما يدرون أن فيهم سكر يتوترون ويصير عندهم نوع من الاسترس أو أن عبالهم أنهم دائما راح يظلون يأخذون الإبر، وهذه معلومة غير صحيحة، لأن إذا غيرت من نمط حياتك ممكن بعدها على حسب مستوى السكر في الدم الدكتور ممكن يقرر أنه يردك على الحبوب. من هذه الأشياء هو أن أول شيء أنك تقطع التدخين، ثانياً أنك تقدر أنك تسوي رياضة 3 مرات بالأسبوع حوالي 30 دقيقة، وتكون رياضة معتدلة، بمعنى ممكن أنها تكون مشي شوية سريع أو شغل البيت، لكن لازم أنك تقيس 30 دقيقة من شغل البيت. أيضاً اللي تقدر تسوي أنك تأخذ supplements اللي هي الحبوب اللي تدعم بكتيريا القولون أو أنك تأكل روب يومياً. هم بنفس الوقت لازم أن تعرف شنو الأكل اللي ممكن يكون يسبب لك حساسية أو عندك يعني نوع من عدم التقبل مع جسمك علشان أنك توقفه. لازم تعرف شنو الأدوية اللي ممكن تأثر على مستوى السكر بالدم، مثلا الزنجبيل، الثوم والصبار ممكن يرفعون مستوى السكر في الدم، أما الروزماري ممكن أنه يقلل السكر في الدم. إن شاء الله استفدتوا معنا اليوم وشوكم فقرات جاية. الإرشادات والاشتراطات الواجب اتباعها في الحجر المنزلي. خصص غرفة منفصلة
ذات تهوية جيدة وأغلق الباب. خصص حماماً منفصلاً، وإن كان مشتركاً فتأكد من تنظيفه بعد كل استخدام. اعتذر عن استقبال الزائرين وتجنب مخالطة أفراد المنزل. تجنب مخالطة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. تعقيم أو غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. توفير المستلزمات الشخصية وعدم مشاركتها مع الغير. السماح لشخص واحد بخدمتكم ورعايتكم مع لبس الكمام والقفاز. عدم لمس العين والأنف والفم والتقيد بآداب السعال. توفير سلة مهملات مغلقة من الأعلى وسلة خاصة للملابس. إن كنت تعاني من أمراض مزمنة فتأكد من توافر أدوية بكمية كافية. توفير شنطة إسعافات أولية تحتوي على جهاز قياس الحرارة. توفير قفازات بلاستيكية وكمام ومناديل ورقية ومطهرات. توفير أواني الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. نظام غذائي صحي. الراحة وشرب الكثير من الماء. عند الشعور بأعراض كالحمى والسعال اتصل فوراً على الخط الساخن لوزارة الصحة 151. إذن رجعنا مشاهدينا، وراح نروح معاكم إلى موضوع وايد حلو الصراحة، لأن احنا لما نقول عن اللغات فعلاً تطلع عندنا كثير من الأمور، والإنسان يوسع من آفاقه، لأن فعلاً تعلم اللغات يساعد في تعزيز القدرات المعرفية للإنسان، ويساعد على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والخيال والابتكار والتفكير الناقد، ويعمل على زيادة القدرة على التركيز اللي تكلمنا فيه يمكن فاطمة في بداية الحلقة، وتحليل المعلومات وحتى تقوية الذاكرة. فعلا أسماء، يعني اللغات حلوة، أنا أحب تعلم اللغات بصراحة، لأن في كل لغة في كل لهجة أحس في موسيقى وفي نغمة معينة وفي ثقافة تعلمينها من خلال تعلمك للغات. فراح نتكلم اليوم مع ضيفتنا، وهي أول محاضرة في جامعة السربون يونيفرسيتي في باريس، وراح نتحدث معها عن تعليم اللغات والذكاء الاصطناعي. رحب بالدكتورة جنان بن سلامة، دكتورة باللغويات الحاسوبية بالخوارزميات. حياك الله معنا دكتورة. يا نورتنا. مرحبا، تشرفت صراحة اليوم باللقاء معاكم، وسعدت جدا جدا بهذا اللقاء صراحة. طبعا في البداية يمكن عن جامعة السربون، مثل ما أنتم عارفين هي جامعة أساسا تحتوي كذا جامعة. نعم. إن جنرال، فكانت أحد أهدافي أن أنا لما أروح هذه الجامعة، لأن هي أساساً هي مختصة مثلاً في الأدب، هي مختصة في الموسيقى، طبعاً عندها عدة مجالات كذلك. نعم. في الآثار، في عدة مجالات. فإحنا في البداية أنا كنت مبتعثة إلى علوم اللغة الفرنسية فقط، ولكن من بعدها الصراحة حبيت أن أنا أطور في مجال البحث، وأني ما أبقى فقط في تعليم أو تعلم علوم اللغة الفرنسية بحد ذاتها، وشفت أن جامعة السربون تمنح أن أنت تدرس علوم اللغة الفرنسية مع الذكاء الاصطناعي، وهو تعلم الكمبيوتر عن طريق الخوارزميات. يعني تمنح مثل ما نقول هو تخصص أساساً مزدوج فيها، فيمنح أن احنا نتعلم هذه اللغة سواء للغة الفرنسية أو أساساً هم حق اللغة العربية. فكان مجال جدا جميل. طبعا انا اذا بتكلم شويه على مجال علم اللغه بشكل عام، طبعا هي تعتبر بشكل عام اذا على مستوى فرنسا فيها يعني فيها مدارس مختلفه، الجامعات تمنح مدارس مختلفه في تعليم علم اللغه، اما يكون مثلا على مستوى المفردات، على مستوى تركيب الجمله، على مستوى اللي هو الدلالي للمعنى او للمعنى السياقي للجمله كامله. طبعا جامعه السربون كانت تمنح هو المعنى الدلالي السياقي في استخراجها بصفة آلية. فهذا في البداية اللي شدني، واكتشفت بعدها إنها من أقوى الجامعات اللي تمنح هذا التخصص فيها أساساً. فإحنا بالنهاية أنت كمتخرج في هذا التخصص راح تكون متخصص مزدوج، تقدر تعمل أما في علم اللغة والصوتيات أو في علم الكمبيوتر أو الأثنين معاً.
بالإضافة يعني إلى ذلك نعم. بس أقاطعك شوية، بالإضافة ذلك إحنا نتكلم عن مهندس الكمبيوتر، دائما نقول زين هل أنت تقدرين تكونين مهندسة كمبيوتر يعني بحد ذاته؟ بعد إحنا نختلف تماما عن مهندس الكمبيوتر. مهندس الكمبيوتر فقط مثلا إذا بيستخرج بيسوي لنا برامج، بيستخرج بيانات يسمونها بيانات منظمة تحت جداول إحصائيات وغيرها. ولكن الفرق بين مهندس الكمبيوتر مع هذا التخصص المزدوج اللي هو علم اللسانيات زائد علم اللي هو علم الكمبيوتر، احنا متخصصين في اللي هو نظم المعلومات الغير منظمه. نعم. اي بمعنى السوشيال ميديا، الحين احنا شنو هي اللغه المستخدمه في السوشيال ميديا؟ هي مثلا لغه كويتيه، لهجه كويتيه، لهجة. نعم. لغه عربيه مزدوجه ما بين هاللغه العربيه. نعم. واللهجه الكويتيه. نعم. فاحنا كمختصين في اللغه ما دام احنا نعرف اللي هو تركيب اللغة ومحاور اللغة ونقاط اللغة والعناصر الأساسية للغة، يمكن أن احنا نفككها ونركبها داخل الخوارزميات. نعم. ونستخرجها. نعم. بصفة آلية. دكتورة، الكلام اللي ذكرتيه حضرتك يعني وايد دقيق، خصوصا بالنسبة لمجال تخصصك. نعم. وفعلا احنا نتشرف بامرأة كويتية، وهذا يحتسب ترى لرصيد السيدات الكويتيات انها تطلع في هذه الصورة الحلوة وتشرف دولة الكويت. انا ودي اتكلم عن نقطة وايد مهمة، حضرتك ذكرتي تعليم اللغة الفرنسية. نعم. وتعلم اللغة الفرنسية، وايد ناس تحب تعلم اللغة العربية، لكن في موضوع اللهجة الكويتية شوية نبي ندخل في تفاصيل أكثر، لأن فعلا إن شلون تعلمين الطرف الآخر ويمكن لغة غير عن لغتنا ومختلفة تماما. نعم. اللهجة الكويتية، ودي حضرتك أنت اللي تذكرين لنا هذا الموضوع وتفسرين لنا. أتشرف بصراحة أن أنا يعني أتكلم عن هذا الموضوع. طبعا في غيري مختصين في تعليم، يمكن في دراسة اللهجة نفسها، اللهجة الكويتية. نعم. ولكن التعليم بحد ذاته كلهجة كويتية يعني ما وجد، يعني حين حاليا احنا في فرنسا ندرس اللهجة الكويتية في جامعة الإينالكو في باريس. طبعا جامعة الإينالكو تعتبر هي مشتركة مع جامعة السربون في تعليم اللهجة. إذا من هم الأشخاص الذين راح يتعلمون اللهجة الكويتية؟ نعم. هم أشخاص أساسا تعلموا لغة عربية، أي بمعنى أنهم في المبدأ والأساس عندهم أساسيات في تعلم. نعم. اللغة العربية، فلو تعلموا اللهجة الكويتية ما راح تكون عندهم ذيك الصعوبة. نعم. طبعا احنا في المنهج التعليمي نهدف إلى تفكيك الرموز. نعم. في تفكيك التركيب نفسه، التركيب اللغوي حق اللهجة الكويتية. نعم. ودخلناها على منهج، على أساس منهج تعليمي. طبعا هو راح يكون أونلاين لأنه كان برنامج أوردي أونلاين قبل ما تصير أحداث كورونا. نعم. فأساسا راح يكون منطلق إن شاء الله في عام 2021 إن شاء الله. لتعليم جميع المتحدثين اللغة العربية، وكذلك يهدف تعليم الفرنسيين، يعني. نعم. ياخذون اساسيات اللهجه نفسها في تركيبها. نعم. يعني راح نشوف بالمستقبل ان شاء الله فرنسيين يتقنون اللهجه الكويتيه، يعني راح ما نقدر نقول يتقنون ولكن. نعم. راح يتكلمون مثلا الكلمات الاساسيه، التعابير. نعم. شلون انا ارد، شلون حتى ارد بالنفي، بالشيء. نعم. الايجابي، بالطرق الاساسيه، الاسلوب. نعم. بالكويتي مثلا احنا باللغه العربيه نختلف عن اللهجه الكويتيه، فماخذين منها، مستنبطين منها عشان نحولها الى اللهجه الكويتيه بالتعليم عن طريق. نعم. طبعا القواعد والنحو. نعم دكتورة، قلتي ان ممكن ما يتقنون بس راح يتعلمون. صحيح. وين النقطة اللي انت متخوفة منها في عدم تعلمهم بشكل تام او اتقانهم بشكل تام؟ هل هي مخارج الحروف مثلا؟ يعني بشكل عام اللغة. نعم. تحتاج الى ممارسة. صح. طبعا احنا هني مثلا انا متعاونة مع مركز الابحاث الفرنسي في الكويت، وهو مركز سيفاس وسينيغاس، في عندنا باحثين فرنسيين اوريدي على ارض الواقع موجودين في الكويت يبحثون في الاثار موجودة بالكويت، يروحون فيليتشا وغيرها من. نعم. المناطق. هذول متحدثين اللغة العربية، ولكن هل هم متحدثين اللهجة؟ لا، لان هي ثقافة، هي يعني لغة مجتمع مختلفة تماما عن اللغة العربية. فلما نحن نعلمهم اللهجة فهم يتعلمون الثقافة. نعم. هذول الأشخاص لهم يعني الفرصة أنهم يتعلمون اللهجة بالكويت لأن في ممارسة. أما اللي راح يتعلمون بشكل عام في فرنسا يعني لازم تكون في ممارسة. يعني هناك إحنا عندنا برنامج متوسع، البرنامج إحنا ندرس اللهجة السورية اللبنانية، يدرسون اللهجة المغربية، يدرسون اللهجة التونسية. أما اللهجة الكويتية تعتبر اللهجة الخليجية الوحيدة اللي إن شاء الله راح تدرس هناك. نعم. فهذا راح يكون يعني نقلة نوعية في إن إحنا يعني نوريهم عالم جديد في لهجتنا الخليجية بشكل. نعم. عام. وننقل. نعم. ثقافة خلينا نقول تراث الكويت الى خلينا نقول فرنسا، وهذا شيء وايد حلو انهم يتعرفون على العادات والتقاليد، لان الواحد لما يتعلم اي لغه لابد يعرف تاريخ هذا البلد علشان يدخل فيها التفاصيل اكثر. مثل وجودك دكتوره في هذه الجامعه في فرنسا، وايضا اختلاطك مع زملائك، وايضا شفتي ثقافات كثيره.
إيش كثر مهم إن الإنسان لما يشوف أشخاص يتعرف على ثقافاتهم، هذا الشيء يخليه يتعرف على العالم بشكل أكبر. صحيح. طبعًا هي الثقافة، إحنا متكلم إحنا أساسًا اللغة هي مفتاح بوابة لعديد من الثقافات، في فهم الثقافة الاجتماعية، في فهم الثقافة السياسية، في فهم الثقافة الاقتصادية، في شتى المجالات المختلفة. فإذا أنا لما أتعلم اللغة بشكل عام، أنا فتحت باب ان انا ادخل الى ثقافه جديده، الى موسوعه جديده راح تدخل في هذه الموسوعه اللي انا راح اتعلمها اساسا. مثل الحين لما تعلمنا في فرنسا، خصوصا الحين مثلا كمثال بسيط، جامعه السربون يعني هي كانت يسمونها، هي موقعها في الحي اللاتيني. ليش كانوا اصلا سميت حي اللاتيني؟ لانها تجمع الجميع متحدثين باللغه اللاتينيه. كانت بدات في اللي هو اللغات اللاتينيه، ومن ثم يعني استقروا على تكون هي اللغه الفرنسيه اللغه الرسمية. ولكن تجمع ثقافات من الأسبان، من العرب، من الخليجيين، من الفرنسيين، من الدول المختلفة اللي هما من آسيا وغيرها من الدول. فإذا هي جمعتنا كلنا تحت سقف هذه الجامعة اللي هي أصلا متفرعة من تخصصات مختلفة. وفعلا يعني أنا حتى لو مندش على قولتهم بالكافيهات، لاقي ما شاء الله بروفيسورات، لاقي فنانين، لاقي مجاميع مختلفة. يعني أنتم أكيد يمكن رايحين باريس شايفين يمنا عندنا كافيه دي فلوغ، كافيه دي دو ماغو، هذول القهاوي اللي أصلا هي ملتقى للمثقفين والفنانين. وهي أساسا يعني في وسط هذا الجامعات. نفسها كلها. وطبعا هي من الجامعات المعروفة، هم عندنا جامعة ماري كوري، فجامعة ماري كوري والسربون اللي هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة من كذا جامعة تجمعنا كلنا في حي واحد. فإذا أنا لما أي بتطلع إلى هذه الثقافات، فهي أنا بالنسبة لي يعني كنز من الكنوز اللي واحد يمكن أساساً يعني يفخر أنه يكون من بينهم. يعني دكتورة وأنت تتكلمين تنقلي لنا الصورة في شوارع باريس، رايحة باريس أكثر مرة، مشتاقين بصراحة حق هذه الأماكن. إن شاء الله قريب نسافر ونستمتع، والمتعة الأكبر أيضاً في التعلم والثقافة ونشر هذه الثقافة. أنا ودي أيضاً دكتورة أعرف منك علاقة الإعلام باللغات، هل في علاقة ما بينهم، أهمية في تبادل اللغات ما بين ان احنا نتعلم لغات وان ندخل هذا الشيء في الإعلام؟ شوفي، اللغة اساسا هي مثل ما انا ذكرت هو مفتاح في ان انا ادخل ثقافة. في ان انا حاليا لو كنت متعلمة مثلا اللغة الفرنسية او اللغة الانجليزية، اكون يعني متحدثة بثلاث لغات، هي لغة الام مثلا مع لغتين، اقدر ان انا ادخل في المجتمع، واقدر حتى من ناحية الاعلام احصل على معلومات بشكل اسرع. صحيح. يعني بنفس الوقت يعني انا يمكن بشوفها هم من ناحية تخصصي اللي هو الذكاء الاصطناعي. لما اي ادخل بين اللغة والذكاء الاصطناعي، وشنو علاقته مثلا مع الاعلام، راح يساهم الإعلام لما الذكاء الاصطناعي، لأن معنى الذكاء الاصطناعي هو تدخل الإنسان والآلة والكمبيوتر في إنه يسهل عملية البحث عن المعلومة، عن البيانات المنظمة وغير المنظمة. لما يبحث هالمعلومة راح يسهل لي إن أنا أستخرج المعلومات حق الإعلام مثلا. في الصحافة نهتم في إن نأخذ آخر الأخبار أول بأول، لما نيجي أستخرجها بصفة آلية، فأنا سهلت لعملية حق الصحفي ان استخرج المعلومات بشكل سريع، ويقدر هو بالنهايه يستفيد منها في مجال الاعلام. فاذا اللغه جدا مهمه في فهم الثقافه، وفي ان انا اقدر استخرج المعلومه، زائد الذكاء الاصطناعي طبعا، زائد المجال نفسه في مجال الاعلام كمثال. يعني صحيح دكتوره، يعني بنستفيد من تخصصك وخبرتك ايضا في هذا المجال في تعلم اللغات، وتحديدا اللغه الفرنسيه. في وايد اشخاص يدخلون الى معاهد يتعلمون لغه، ولكن يقولك بعد فتره نسيت اللغه، نسيت كثير من المصطلحات اللي تعلمتها. علشان ترسخ اللغه في اي شخص قاعد يتعلمها، شنو الامور اللي لازم يسويها انه ما ينسى اللغه؟ شوفي، يعني انا بتكلم على نطاقنا احنا الموجود في الكويت. يعني احنا هنا ما شاء الله في مجاميع تتكلم لغه فرنسيه، في اشخاص مبادره اصلا في تعليم اللغه الفرنسيه. عندنا مثلا المعهد الفرنسي دائما يعني يجمع ما بين هذه الفئات المتحدثه باللغه الفرنسيه، واساسا هو يشجعهم في تعليم اللغه الفرنسيه. فاحنا نجتمع على ان نتعلم ونتحدث هذه اللغه الفرنسيه. طبعا بغير ان الحين حاليا يعني تم ادخال او تعليم اللغه الفرنسيه في الجامعه وفي التطبيقي، معناتها ان احنا قاعد نتوسع في تعلم اللغه الفرنسيه، وراح تكون فيها فرص اكبر في ان راح تكون في مجاميع اكثر، يعني تجمعات لتعلم اللغه الفرنسيه. وطبعا هي يعني انا اشوف لها نظره بعيده، ان كل ما تعلمنا لغه وتمكننا من هذه اللغه راح تفتح لي افاق ثانيه حتى في مختلف المجالات بشكل عام. نعم دكتوره، انا ودي في ختام اللقاء
تختمين أنك توجهين دعوة لكل متابع يتكلم اللغة الفرنسية، تدعين أنه يتابع البرنامج وأنه يتعلم اللغة العربية. دعوة للشعب الفرنسي باللغة الفرنسية. طبعا بالفرنسي، عشان تحبين تكون الدعوة باللغة، أنه يتابعون البرنامج ويتعلمون اللغة العربية. أوكي، ما عندي أي مشكلة. طبعا tout d'abord, je remercie cette émission aujourd'hui pour que je sois là. En fait, j'étais invitée. Donc, j'invite tous les Français qui habitent au Koweït de suivre cette émission Chai Dhaha, en fait, le thé en fait, du matin, on va dire, de suivre cette émission. Et on va essayer de parler l'arabe. C'est bien d'apprendre la langue arabe comme langue secondaire. Donc je vous invite à être ici en fait avec dans cette émission. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. شكرا لك دكتور. هذه كانت طبعا دعوة لكل متابعينا اللي يتقنون يتكلمون اللغة الفرنسية انهم يتابعون البرنامج، انهم يتعلمون ايضا اللغة العربية واللهجة الكويتية. شكرا لك دكتورة. حياك الله، تشرفنا صراحة. يعطيك الف عافية. شكرا لك دكتورة. وراح ننتقل معاكم مشاهدينا من تعلم اللغات الى تعلم كثير من الامور الخاصة في الموضة وخطوط الازياء وكل ما هو جديد. راح يكون هذا مع الزميلة شروق سالمين، تابعوها. صباح الجمال بحلة جديدة لفقرة ساشن. من جائحة كورونا وايد ناس تغيرت شخصياتهم، تغيرت سلوكياتهم، وأنا واحدة منهم. فحبيت أنقل لكم تجربتي المتواضعة اللي مارستها أو هواياتي اللي مارستها في بيتي، وشلون تعرفت عليه وتعرفت على شخصيتي أكثر وتغير الانترست عندي. يعني من كان اهتمامي أول شيء بالشوبينج والملابس، شوي صار الشوبينج متجه ناحية البيت وأغراض البيت وإكسسوارات البيت. حتى الأونلاين شوبينج تغير، واتجهنا كلنا طبعا أكيد للأونلاين شوبينج في فترة الكورونا. بس بدل ما نشتري ملابس، أنا شخصيا وايد ناس من اللي أعرفهم وخاصة من متابعيني انتقلوا من انترست الملابس والفاشن إلى انترست إكسسوارات البيت والأثاث ومعين البيت. فكنت عشان أسلي نفسي من الأشياء اللي مارستها خلال هذه الفترة، كنت وايد أهتم بإكسسوارات البيت وأهتم بتنسيق الطاولة بالذات. فكنت أجمع، سويت لي كولكشن حلو من لماعين، وأحاول أخلط أكثر من ست وأكثر من ديزاين بطريقة خاصة فيني أنا. يعني مثلاً استخدمت التشيز بورد اللي هي الخشب إني أستخدمها قاعدة حق لماعين. استخدمت أكثر من ست وأكثر من لون بحيث أني أسوي تركيبة واحدة وقت الستين. استخدمت اكسسوارات وايد، كلها علمت نفسي بروحي، يعني ذوقي الخاص، الشغلة اللي أنا أحبها واللي أنا أرتاح لها. فبوريكم الحين، بأخذكم معاي جولة سريعة وبسيطة. أوريكم أول شيء الستين اللي أنا جهزتها اليوم عشان أعرفكم على شيء بسيط من الأشياء اللي أنا كنت أسويها وأمارسها في هذه الفترة، وأوريكم بعض الكورنرات اللي عندي في البيت اللي غيرتها واللي هم يعني اهتميت فيها زيادة وتعرفت عليها زيادة وشفت النواقص اللي أنا محتاجتها في هالفترة وكملتها. منها أسلي نفسي وأقزر وقت فراغي بشغلة أنا أحبها وتفيدني بحيث أني تغير لي طاقة البيت وتغير نفسيتي وتغير طاقتي. أكيد وايد منكم سووا نفس الشيء. في ناس اتجهوا للطبخ، دشوا المطبخ كما كانوا داشين ولا مرة، وأنا جربتها وفشلت فما عدتها. وفي ناس اتجهوا للرياضة، في ناس اتجهوا إنهم يجابلون التلفزيون وبرامج التلفزيون والأفلام، في ناس سووا كل هذا وأنا واحدة منهم. جربت من كل شغلة شوي، لكن بالتالي صبت اهتماماتي في البيت وديكورات البيت وانترست الشوبينج حق البيت. حتى عقب ما افتحوا الحظر لقيت نفسي اروح اتسوق هم حق البيت وهم حق اكسسوارات البيت. فخلينا نشوف بعض التنسيقات اللي اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتستفيدون منها. وفي شغلات اشتغلتها بايدي مثل صبغ الاثاث، هم بوريكم الحين بعض الصور.
وأخذكم جولة سريعة مثل ما قلت لكم، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تعرفون على شيء جديد يفيدكم إن شاء الله حق بيوتكم، وتقدرون في وقتكم كهواية إذا كنتوا حابين. ومن هالفقرة هذه ننتقل لفقرة ثانية هم لها علاقة بالوقت الحالي والكورونا وشنو التغييرات اللي صارت على الفاشن بالتحديد. نطروني بفقرة جديدة الأسبوع الجاي. وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من برنامجكم شاي الضحى. أنا اليوم وايد استمتعت بالحلقة وكان في معلومات كثيرة أنا شخصيا استفدت منها، وأتمنى أيضا كل اللي تابعونا استفادوا من هذه المعلومات. يعطيك العافية فاطمة، وفعلا كثير من المعلومات المفيدة والمهمة اللي خذيناها، نتمنى الفائدة والصحة للسادة المشاهدين. بشذي نكون وصلنا معكم للختام، ونقول لكم مع السلامة.